السلام عليكم، النهاردة هوريكو الطلبات اللي انا اشتريتها لشهر 12 من امازون، وهقولكو كمان طريقة توصيلها، وهقولكو على العروض الحاجات اللي انا جبتها بسعر كويس والحاجات اللي انا جبتها بسعر غالي او الحاجات اللي طلعت مش كويسة. طبعا انا كنت بشتري حاجتي من كارفور، يعني كنت مثلا كل شهر او شهرين اروح اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها من كارفور، بس بعد أزمة كورونا طبعا اتجهت الأمازون وجوميا أو سوق وجوميا. بس بعد كده بقالي فترة بتعامل مع سوق بس أو أمازون بس. بعد ما اتغير هقولكوا كمان ايه سر الصندوق الصغير ده. أنا كنت جايبة الشحنة دي كلها مع بعضها، جات التلات كراتين مع بعضها، بس جه الصندوق الصغير ده شحنة لوحده بس، ومع انه ب23 جنيه بس ما اخدوش عليه اي مصاريف شحن، هم بس اخدوا على الشحنة كلها 5 جنيه كاش. يعني عشان انا دفعت كاش اخدوا 5 جنيه، ال5 جنيه دي اسمها كاش. بس طبعا عشان التوصيل مجانا لازم يكون الطلبات اللي انتوا بتجيبوها اكتر من 360 جنيه. دي اول كرتونة، الكرتونة بتيجي كده عليها اكياس من فوق، وده لحفظ الحاجة من الصدمات او عشان لو في اي سوائل ما تتكبش. ده ملح غسالة الاطباق نوع فيبا. الجيركن ده كيلو واحد. الجيركن ده انا كنت جايباه من 3 شهور ب25 جنيه الكيلو، انا جايباه المرة دي ب15 جنيه بس، وده طبعا سعره حلو جدا. دي الكرتونة التانية برضو عليها اكياس من فوق طبعا عشان الصدمات. هشيل الاكياس كده. ودي مشروبات اللي هي الفتلة. طبعا انتوا عارفين الشتاء وعشان البرد وكده. ده ليمون بجنزبيل 50 قطعة ب25 جنيه. وده نعناع نوع ليبتون 20 قطعة ب10 جنيه. وده كركديه رويال 50 قطعة ب26 جنيه. وده ينسون نوع ازيس 50 قطعة ب25 جنيه. وده شاي ليبتون، شاي بالكركديه 20 قطعة ب11 جنيه او ب10 جنيه. ودي طبعا منتجات حلوة جدا وسعرها يعتبر كويس جدا. وكمان ده حفاضات اطفال، الحفاضات دي سعرها برضو يعتبر كويس، هي حوالي 62 قطعة ب120 جنيه. يعني الباكيتة الواحدة 62 قطعة وسعرها 120 جنيه. الحفاضات دي مش بلزقة، لا بتتلبس عادي خالص مقفولة. يعني هعمل لكم بعد كده فيديو بأنواع الحفاضات المختلفة، تقدروا تفرقوا بين كل نوع وتختاروا الأفضل لكم. ودي الكرتونة الثالثة برضو عليها أكياس من فوق. دي الصواني اللي ليها قاعدة بتتفك، يعني بتاعت التشيز كيك. دول 3 صواني مع بعض طبعا، مقاسات مختلفة وأشكال مختلفة. أنا جايبهم ب120 جنيه. وطبعا الصواني دي عند بتاع الأدوات المنزلية بنفس السعر. أنا لسه مجربتهاش، أما أجربها هقول لكم رأيي فيها، وإذا كانت حلوة ولا لا، وإذا كانت كمان محكمة الغلق ولا لا، وبتسرب ولا لا. يعني سعرها على أمازون زي سعرها بالضبط عند بتاع الأدوات المنزلية. وده كاسترد نوع كوكس 300 جرام ب9 جنيه. أنا جبته قبل كده ونوعه طلع حلو جدا، عشان كده جبته تاني. ودي ليفة للأطباق، الباكيتة فيها 5 ليفات ب15 جنيه. وده ورق استريتش، أنا طبعا جايبة ده 20 متر ب17 جنيه.
بس انا كنت فاكراه اكبر من كده. يعتبر الحجم اللي اطول من كده شوية وبيكون 30 متر بيكون ب30 جنيه. ودي مناديل معطرة عدد 10 مناديل فقط ب4 جنيه. وده جيلي انا جبت نوعين قلت اجربهم الاول، نوع كوكسي ده ب4 جنيه ودريم ب5 جنيه، فانا قلت اجيب التلاتة دول بس اجربهم والنوع الكويس ابقى اشتري منه. وده ماسك للوش هجربه برضو واقول لكم رأيي فيه ب11 جنيه. وده كريم للشعر انا كنت فاكراه كريم بس هو طلع فازلين بالزيتون، بس الكريم ده انا جربته وما طلعش حلو قوي. ودي ليفة كربونية للمواعين، تنفع المواعين الألمونيا بتلمعها وكمان تنفع الاستانلس. انا جربتها قبل كده وطلعت كويسة وطبعا بتعيش فترة اطول، يعني تعتبر بديل سلك المواعين. وهي ملمسها بيشبه الصنفرة كتير اللي يعرف الصنفرة. هنيجي بقى للصندوق العجيب، زي ما قلتلكوا الشحنة دي كلها جت مع بعضها وكان فاضل الصندوق ده مع اني طالبة كل الحاجات دي مع بعضها. الصندوق ده ب23 جنيه. هفتحه معاكو. العلبة دي علبة بيتحط فيها الصابون المواعين من تحت، بيجي معاها ليفة زي كده، تضغطوا على الليفة دي فصابون المواعين يطلع في الليفة على طول، يعني تعتبر حاجة سهلة لاستخدام صابون الأطباق. هي ب23 جنيه وخامتها طبعا معقولة مناسبة للسعر، بس طبعا الليفة دي ليفة رديعة جدا فهي اساسا جاية معاها كهدية فمش مهم قوي. ودي كل الحاجات اللي انا اشتريتها من امازون الشهر ده شهر 12. العروض زي ما قلت لكم بالظبط وبامانة. طبعا اللي عايز يشتري من امازون يشتري، هو اوقات بيعمل عروض على حاجات كويسة واوقات حاجات بتجيبيها وتكتشفي ان مثلا ممكن تشتريها من المحلات العادية تكون ارخص منه. لازم طبعا قبل ما تشتروا من اي موقع على النت تكوني عارفة الاسعار الاول. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم.